بونجور بونجور لي كليون ديالنا العزاز، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم هذا الروبو اللي غادي يمكنكم من انكم تطحنوا بزاف ديال الحوايج في دقائق، وغادي تيكونوميزيو الوقت والطاقه وحتى الجهد. هنا غادي نستعمل الخرقوم عرق، غادي نديروه هنايا بلا ما ندقوا بلا حتى شي حاجه، غادي نديروا نيشان وغادي نخدم عليه لا ماشين، وغادي تطحنوا غادي ترجعوا ليا كوم واحد لا بودغ اللي ما فيها حتى شي طرف صاين، يعني غادي تطحنوا غادي تنيلوا مزيان كيف ما كتشوفوا هكا. بهذه الطريقه كطحنوا مزيان 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 وكيخرج مغربل مصفي، يعني غير لحقي واستعملي بلا ما تحتاجي تمشي تطحنيه في الزنقه ولا شي حاجه. غادي نوريكم دابا كيفاش كنحيدو كنديمونطي وكنسوس هكا. كناخذ لا بودغ ديالي اللي خرجت ليا، كنطحن الفواكه الجافه، كنطحن العطريه، هنا طحنت الخرقوم والابزار وحتى سكينجبير كيف ما كتشوفوا كتخرج غبره يعني بلا ما تحتاجي تغربليه من بعد ولا شي حاجه. هنايا غادي نخدم الهاشوار، غادي نطحن بها بزاف ديال الحوايج، يا اما غنستعمل الهاشوار باش نطحن الخضر والفواكه اولا غادي نستعملها باش نطحن اللحم. هنايا درت الفيله ديال الدجاج وغادي نطحنهم، وغادي تشوفوا الفعاليه ديالها في دقائق. البنات كطحن يعني بهاشوار، فيها المولينكس، فيها الطحنة ديال العطرية، فيها كنطحن بها لاكغان، أي حاجة بغيت كنطحنها هنايا. كيف ما كتشوفوها هو اللحم كيطحن في دقائق بسرعة. وكناخد اللحم ديالي دغيا دغيا بلا ما نحتاج نبقى نشتري الكفتة من الزنقة، ناخد هاد لاماشين تعاوني باش نطحن لاكغان، نطحن الكفتة، نصايب العصير. هنا استعملت اللحم، ومرة واحدة أخرى غادي ناخد وغادي نستعمل الخضر باش نصايب لي سالاد ديالي. كيف ما كتشوفوا غادي نحيد دابا هاد اللحم، وغادي نستعمل غنستعمل راس الاخر باش ندير لي سالاد. كيف ما كتشوفوا خرجت الكفته رائعه هائله، ثلاثه ديال الحوايج طحنتهم لحد الان، طحنت الخرقوم، طحنت سكينجبير هادو اللي قاصحين، وطحنت حتى اللحم بالهاشوار. هنا خديت خيزو ودرت ليه هاد البلاص هاد لا ماشين هادي ولا القطاعه هادي، غادي نلصقها هنايا وغادي نحط خيزو ديالي، وغادي يخرج ليا خيزو بحال الا انايا حكاه في الحكاكه، وانا راه ما حكاه ما دايره حتى شي مجهود غير طحناه في هاد الهاشوار هادي. كنضغط عليه بهاد الاله هادي وكيخرج ليا بحال الا انا راني حاكه خيزو مقطعاه دواور مقادين متساوين بلا ما نحتاج انا ندير حتى شي مجهود. لحد الان درت 4 ديال المكونات، درت جوج مكونات قاصحين اولا من ليغران، درت اللحم ودرت حتى الخضره. سهله في الغسيل، كيمكن ليها تغسل، ما كتهرش، واخا كطحينه ما تمكنش ليها تهرس. من بعد غادي تشوفوا بانني غندير تجربه واحده اخرى، وغادي تاكدوا اكثر من الفعاليه والسرعه وحتى ليكونومي ديال هذا الروبو. هذا الرقائق ديال الخيزو جاوا فيلي كيبينوا الضوء. هنايا غادي نستعمل لاباط، غادي ندير واحد العصير ديالي. السلام عليكم، اليوم عندنا واحد كوكوت اللي هي اينوكس 18/10، شي حاجه صحيه وزوينه، تتهز 5 يترو كما تشوفوا، راها ديال برا. احليتها لكم نقيه من الداخل، فيها الصفاره، فيها كل شيء، راها خدامه مزيان. معانا الالات ديال الحشرات اللي خدامه بالضوء، اللي هي امنه، ما فيهمش، ما تتعطيش شريحه خايبه، غير بالضوء ديالها هي اللي باش تجلب هذوك الحشرات، شنيوله او الدبان او اي حاجه، وتتقتل هذيك الحشرات. كاين عندنا هاد الكبيره اللي مستعمله وتاير خدامه، وعندنا هاد جوج تاهما هما صغار، الحجم ديالهم صغير ولكن تا هما راه مزيانين بالنسبه للبيوت ديال وليداتنا ولا بيت النعاس، راه جداد باقين بالكارطونه ديالهم. شي حاجه مزيانه ديال برا. عندنا هاد السيشوارات على شكل بروسه، شي حاجه زوينه تا هما ديال برا، على الكرون ديالو تتحكموا في الجد اللي بغيتو، راه تيخرج الشعر وتيسرحو بحال السيشوار، راه بجوج خدامين وبجوج ديال برا. الكوكوت 5 يترو 230 درهم، آلة ديال الحشرات 70 درهم، السيشوار 200 درهم، الهاتف 0640 00 97 18 كازا وشكرا.